أهلا وسهلا بكل الصديقات والأصدقاء. حقيقة لم تكن لي رغبة مطلقة بإنجاز هذه الحلقة، لكن لمجموعة من الاعتبارات قررت أن أنجز هذه الحلقة، ستعرفون لماذا في نهايتها. أنا مش كافر، بس الفقر كافر. كاد الفقر أن يكون كفرا، هذه هي المقولة. مؤسف جدا، بل أكثر من الأسف، ولكني لا أجد كلمة في اللغة العربية أكثر من الأسف. بالأمس القريب ومنذ سنة تقريبا ظهرت شابة تسمى عائشة الصريدي من مواليد 1991 بالدار البيضاء، تبلغ الآن 29 عاما. عائشة هذه يتيمة وعاشت الفقر والبؤس والشقاء بكل أنواعه. اشتغلت في المنازل، اشتغلت كل شيء، وفجأة وجدت فرصة في الزواج والذهاب مع زوجها إلى السعودية. وبعد سنوات من الزواج يطرد الزوج من السعودية ليعود أولا، ثم لتعود عائشة وهي حامل بابنتها وتحمل طفلا صغيرا معها. بمدينة مراكش عاشت ألوانا من الفقر بعد أن تركها الزوج وتزوج وذهب إلى الإمارات غير مبال بما يقع لهذه السيدة. عاشت كما قلت ألوانا من الفقر، ورب دارة نافعة، فقد نقلت الكثير من القنوات معاناتها وتصريحاتها وهي تحضن أبنائها بنوع من الحسرة، والدموع تغالبها على وضع أو على ما أصبحت تعيش فيه. لكن المفاجأة الصادمة هي أن عائشة بين عشية وضحاها أرادت أن تتحول إلى راقصة محترفة، وسمت نفسها الراقصة هيام. بدون مقدمات، تكالبت العديد من القنوات لتصويرها وهي ترقص في فرحة مصطنعة. من يشاهدها وهي ترقص هي فقط فرحة مصطنعة، وازداد حزنها لتنضاف إلى معاناتها وإلى تاريخها الحافل بالبؤس والأحزان. في محنتها الأولى، يعني حينما جاءت إلى مراكش بعد عودتها من السعودية، تلقت العديد من الدعم من طرف المحسنين. وفي تصريحاتها ونظرا لجمالها، هناك من أراد استغلالها جنسيا، يعني تتعدد ألوان للاستغلال، ويمكن أن تضيفوا ما تتخيلوه من أنفسكم. معاناتها طيلة أكثر من سنة دفعتها أن تقوم بأشياء لا تعرف أبعادها ولا خطورتها. بيت القصيد هنا، بيت القصيد أن عائشة تحولت بين عشية وضحاها خالقة ضجة إعلامية. بيت القصيد والنقطة المركزية هنا هو أن الفقر قاتل والفقر كافر، وأن الفقر يمكن أن يقذف بأي إنسان إلى مهاوي الضياع. عائشة لم تجد مأوى، لم تجد من يساعدها
من تجد من يقدم لها يد المساعدة، من لم تجد من يخفف من وطأة أحزانها. بيت القصيد أن هناك من تصيد فرصة أنها تريد أن تحسن من أوضاعها أو من وضعها الاجتماعي، وذلك بإلباسها ثوبا ولباسا للراقصات في غرفة متواضعة وبائسة. أهكذا يكون الاستغلال؟ أهكذا يكون الإعلان؟ أهكذا يمكن عوض أن ننتشر الفقراء ونمد لهم يد العون ويد الإحسان أننا نورطهم في لباس العهر ونقدمهم في أسواق للفرجة دون حسب ورقيب؟ بيت الفقراء، بيت القصيد، بيت القصيد أن هؤلاء الفقراء وما أكثرهم للأسف الشديد ليس عائشة فقط، ولكنها نموذج مصغر من ملايين الفقراء بهذا الوطن، لم يجدوا لا رعاية اجتماعية ولا يد العون ولا يد المساعدة أمام واقع مر ومرير. بيت القصيد هنا على منوال الأغنية الشهيرة المغربية، احتفت الفوت عاد سولني كيف بقيت، والسؤال من يمد يد العون لهؤلاء الفقراء؟ من ينتشل عائشة من وهم الرقص ومن وهم حالتها؟ لا غيرك يا الله. نأتي على نهاية حلقتنا بحرقة وبحزن شديد، ونطلب من الله الستر والعافية في أمان الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.